من قبل فترة صارت عدة مشاكل على يوتيوب أدت لخلافات بين عدد كبير من اليوتيوبرز بصفة جد مفاجئة، فشفنا كتير دراما بهذاك الوقت. ولكن وقبل أشهر قليلة جدا بلشت المشاكل تنحل نوعا ما وترجع الأمور لمجاريها، فشفنا صلح نارين بيوتي وموفلوكس من بعد خلاف دام أكثر من سنة، وما شفنا دراما بيوتيوب بشكل كتير كبير وهديت الأمور بين الأطراف المتخاصمة. ومن بين الخلافات اللي كانت قائمة كذلك كان خلاف غيث مروان ونور ستارز، حيث شالوا الفولو عن بعض وحكوا عن بعض بطريقة جد سيئة عن طريق الاستوريهات. ولكن وهالمرة فاجأ غيث مروان المتابعين بحديثه عن نور ستارز بآخر فيديو نزل على قناته على يوتيوب، واللي كان تقييم اليوتيوبرز حسب جمالهم بالهالوين، حيث ما توقع المتابعين أنه حيحط نور ستارز بقائمة اليوتيوبرز اللي حيقيمهم ويقيمها ويحكي عنها. وإضافة لذلك كان جدا مسالم بالفيديو وحريص بكلامه ليبعد عن المشاكل، فهذا الشيء لاحظوا أسامة عليه. هو بالنص انا عم ببعد الشبهات عني. عاشو دائما بتعمل شخصيات شو يسموها؟ انمي. انمي ما شاء الله عليها كثير خطيره صراحه، كثير مسالم اليوم صاير فيه. اسف مسالم على الكل. هلا انا ما عم. وبمقابلته مع زياد وساره ببرنامجهم الجديد على الراديو قبل ايام تهرب عن سؤال زياد اللي كان عن موضوع المشاكل اللي صارت بعالم اليوتيوب قبل فتره، وهيك كان راي غيث مروان. هل من الممكن انه اي اثنين تخانقوا على السوشيال ميديا يرجعوا يتصالحوا ولا لا؟ هذا السؤال ما يخصني. هلا ما يخصك، عم نحكي احنا بشكل عام يعني. بشكل عام انا اللي علي صراحه بصالح الكل، يعني بتخانق مع حدا بتصالحه، فكل واحد حر بحياته بالاخير يعني. بس مشاكل السوشيال ميديا مثل مشاكل الشخصيه يعني، مثل اللايف ستايل. ايه تمام، يعني هي انه مالها يعني خلص، يا ما ناس بيتخانقوا وبيتصالحوا، يا ما اخوي بيتخانقوا وبيتصالحوا، يا ما اهلي بيتخانقوا وبيتصالحوا، فهذا شيء طبيعي يعني، مش انه على السوشيال ميديا يتخانقوا. فهل برايكم غيث قرر يكون بعيد عن المشاكل والدراما بهالخطوه، او هل من الممكن كلامه عن نور ستارز باخر فيديو له راح تحل مشاكله معها؟ شاركونا رايكم بخانه التعليقات.